مستمعينا الاعزاء، على بركه الله ينطلق شوط جديد من انطلاقات الخير والبركه، شوط لا يقل اهميه عن بقيه الاشواط، شوط له وزنه، له شعاراته المميزه، ونتمنى ان شاء الله التوفيق والناموس للاخوه المشاركين. باسمه نبدا، عليه نتوكل، ونستفتح اذاعتنا بزعفرانه وراشد بن محمد بن حسن بن داوود النقل على صبر. وكم صبر يا صبر، يا كم بنصبر يا صبر. سلطان بن شطيط بن قميش النقل على المركز الثالث، سرابه في ثالث المراكز، عبد الله بن سالم بن حزيم انتقل انتقاله ممتازه الى المركز الرابع، عنيده مطر بن علي بن واس، بينما المركز الخامس، المركز الخامس اللي هي نزوة وبلال بن علي بن بلال. هكذا أيها الإخوة، كان ندائنا للخمس المراكز في ندائنا الأول في هذا اليوم الجميل، هذا اليوم المميز الذي يحمل هذه الشعارات، الذي يستفتح هذا الميدان الجديد هنا بمنطقة الطيب الحقيقة. وصبر صبر صبر، تبغي تلتحق باختيار، تبغي تلتحق باختيار، وكم صبرك يا سلطان على صبر. لسلطان بن شطيط بن قميش النقلة على زعفران في المركز الثاني، راشد بن محمد بن حسن بن داوود سرابه تقترب رويدا رويدا من موقع الناموس، وعبد الله بن سالم بن حزام النقله على عنيده في المركز الرابع، ومطر بن علي بن واس انتقل وياكم الى المركز الخامس، المركز الخامس زاهيه ومكتوم بن ناصر بن مردد. هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه. الله يا المركز الاول، صبر مسيطر على الشوط، وال400 متر الاخيره اللي تفصلنا عن خط النهايه، واللي تفصل الناموس عن صبر وعن سرابه، اللحظات الاخيره سرابه وصبر في موقع حساس، موقع جميل، الثلاثمائة متر اللي تفصلنا عن خط النهايه، صبر في المركز الاول، سلطان بن شطيط بن قميش، سرابه في المركز الثاني، عبد الله بن سالم بن حزيم، اللحظات الاخيره، اللحظات الاخيره، لحظات الناموس في يوم الناموس في الحقيقه، صبر سرابه، سرابه وصبر، صبر سرابه، سرابه وصبر، ولكن صبر بالحقيقه، صامده على مقدمه الشوط، صامده على المركز الاول، تهانينا والناموس، وللمرة الثانية لسلطان بن شطيط بمناسبة فوز. صبر في المركز الأول والمركز الثاني، سرابة أدت على المتشارج الشكل عليه للسيد سعيد عبد الله بن سالم بن حسين، المركز الثالث لمكتوم بن ناصر بن مردد، المركز الرابع مطر بن علي بن واصل، المركز الخامس لراشد بن محمد بن حسن بن داوود. تهانينا والناموس لراعي صبر بالحقيقه، سلطان بن شطيط بن قميش. التوقيت الزمن دقيقتين 16 ثانية 61 جزء من الثاني. تهانينا والناموس.